نشرة الأخبار على الحياة فم. منتصف الليل هنا من الحياة فم، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بأبرز العناوين. وزارة الفلاحة تؤكد تعليق ممارسة الصيد البري يوم الأحد بسبب الانتخابات. هنا يستدعو المجتمع الدولي للتحرك سريعا وتحمل مسؤوليته لوضع حد للاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني. المونستير تفكيك شبكة تحايل تقوم بإهام الضحايا بتمكين من عقود عمل بالخارج. والتوقيع على تبادل الرسائل بين تونس واليابان حول برنامج تمويل في مجال الحماية الاجتماعية بقيمة 284 مليون دينار موجه لفائدة العائلة التونسية محدودة الدخل. إلى تفاصيل النشرة، حيث تمكن مركز جمال الجنوبية من ولاية المنستير من تفكيك شبكة تحيل تتكون من 7 أشخاص أعمارهم بين 30 و50 سنة تقوم بإهام الضحايا من أجل تمكينهم من عقود عمل بالخارج، وفق ما أفاد به كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير مراد بن صالح لمراسل حياة فام بالجهة. وأوضح بن صالح أنه تم إيقاف 4 أشخاص وإدراج 3 آخرين بالتفتيش، أحدهم محل أكثر من 20 منشورة تفتيش ويقيمون بفرنسا، مشيرا إلى أنه خلال عملية مداهمة للقبض على الأشخاص المتورطين في القضية تم حجز مبلغ مالي قدره 3500 دينار وبندقية صيد أعيار 9 ملم وحجز دفتر سكوك وأختام لشركات غير موجودة. بلغت الإيرادات الجملية للسدود بتاريخ 24 من جان في الجاري حوالي 172.2 مليون متر مكعب، مسجلة بذلك تراجعا هاما بالمقارنة مع الإيرادات المسجلة خلال معدل الفترة 825.8 مليون متر مكعب، والإيرادات المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 22 2781.6 مليون متر مكعب. وتتوزع هذه الإيرادات إلى 91.2% في الشمال و 7.9% في الوسط و 0.9% في الوطن القبلي. أما المخزون الجملي للسدود فقد بلغ 671.4 مليون متر مكعب مقابل 1142.2 مليون متر مكعب خلال الفترة نفسها من سنة 22 و 2000. استقبلت رئيسة الحكومة نجلة بودون رمضان ظهر الخميس 27 من جان في الجاري بقصر الحكومة بالقصبة المدير الإقليمي لإفريقيا لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر باتريك يوسف. ورحبت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة بالتعاون المثمر بين السلطات التونسية والمنظمة في مجال الهجرة غير النظامية التي تنشط في مجال تحسين ظروف إقامة المحتجزين في السجون وإعادة الروابط بين أفراد العائلات المشتتة ونشر ثقافة القانون الدولية الإنسانية. تم يوم الجمعة 27 من جان في الجاري بمقر الديوان الوطني للبريد إمضاء اتفاقية لتطوير مجالات التعاون الثقافي والرياضي وتبادل الخبرات بين البريد التونسي وبريد بوركينا فاسو، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها وفد رفيع المستوى من بريد بوركينا فاسو إلى تونس خلال الفترة الممتدة بين 23 و 27 من هذا الشهر. وقد تولى سامي المكي رئيس المدير العام للبريد التونسي وإبراهيم سابا المدير العام لبريد بوركينا فاسو الإمضاء على هذه الاتفاقية، وذلك بحضور مسؤولين من الجانبين. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تدعيم مجالات التعاون الثقافي والرياضي وتبادل الخبرات بين البريد التونسي وبوركينا فاسو. أفادت وزارة الفلاحة والموارد البحرية والصيد البحري أنه في إطار تنظيم الانتخابات وحرصاً على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين هذه المحطة الانتخابية وضمان حسن سير فعالياتها، تقرر تعليق ممارسة الصيد البري في كامل المناطق الغابية المرخص فيها، وذلك يوم الأحد الموافق للتاسع والعشرين من جان في الجاري. كما دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الصيادين إلى ضرورة الالتزام بهذا القرار. أعلنت وزارة الخارجية التونسية في بلاغ لها أنه على أثر تتالي الانتهاكات المستمرة والممارسات المستفزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في فلسطين وأخيرها اقتحام مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، تجدد تونس التأكيد على أنه بقدر تقديرها للشعب الفلسطيني الأبي وتضامنها الكامل وغير المشروط معه في نضاله الباسل من أجل تحرير أراضيه واسترداد حقوقه المشروعة، والتي لن تسقط بالتقادم بقدر ما تدعو المجتمع الدولي للتحرك سريعا وتحمله مسؤولياته لوضع حد لمثل هذه الاعتداءات المتكررة التي تشكل خرقا صارخا للمعاهدات والمواثيق الدولية ولمبادئ القانون الإنساني الدولي.
نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. وزارة الفلاحة تعليق ممارسة الصيد البري يوم الأحد بسبب الانتخابات. تونس تدعو المجتمع الدولي للتحرك سريعا وتحمل مسؤولياته لوضع حد للاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني. المونستير تفكيك شبكة تحايل تقوم بأهم الضحايا بتمكينهم من عقود عمل بالخارج وحجز مبالغ مالية متفاوتة. وتوقيع على تبادل رسائل بين تونس واليابان حول برنامج تمويل في مجال الحماية الاجتماعية. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة. تصبحون على خير وإلى اللقاء.